نروح للمؤتمرات معانا عمرو نبيل مراسل اون تايم سبورتس. يا عمرو هيكون لنا تفاصيل كتير وهنتكلم معاك وعايزينك تقول لنا اخر التفاصيل فيما يخص الانديه الاربعه والجاهزيه قبل يوم الحسم. كل التحيه ليك يا زميل عزيز محمد طارق قضا، والتحيه موصوله لكل مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. اليوم هو اليوم الختامي طبعا لتحضيرات المباراه النهائيه ومباراه تحديد المركزين الثالث والرابع. المباراه النهائيه ستجمع ما بين ناديي النادي الاهلي ونادي الزمالك على استاد محمد بن زايد، والمباراه الاخرى لقاء بيراميدز امام سيراميكا كليوباترا على استاد النهيان هنا في ملعب نادي الوحده وداخل قاعه المؤتمرات الخاصه بالمؤتمرات الصحفيه التي ستنطلق في تمام الساعة 3:30 عصرا هنا طبعا بتوقيت ابو ظبي، 4:30 عصرا بتوقيت القاهرة. وحضور طبعا اول المؤتمرات سيكون طبعا هناك الاربع فرق سيشاركوا في هذه في هذا المؤتمر الصحفي التحضيري للمباريات الاثنين. البداية طبعا نادي الزمالك، وسيحضر طبعا جوزيه جوميز برفقة اللاعب عمر جابر، وايضا نادي بيراميدز واللاعب دودو الجباز. خليني اقول لك ايضا هناك مؤتمر صحفي كابتن ايمن الرمادي وكونسلاف يوريتشيش المدير الفني لنادي بيراميدز. خلينا عبد محمد طبعا اكيد الصوره الكامله والجميع بينتظر يعني ماذا دار في اليوم في المحاكمه العاجله التي طبعا يتم محاكمه لاعبي نادي الزمالك نبيل عماد دونجا، بالاضافه طبعا للاعب مصطفى شلبي وايضا كابتن عبد الواحد السيد مدير الكره. يمكن خلاص تم تاجيل الجلسه والى المحاكمه العاجله الى يوم 29/10 يوم القادم طبعا من اجل يعني الفصل في هذه القضيه. يمكن هناك فريق الدفاع الخاص بنادي الزمالك طالب يعني الاطلاع على كافه الاوراق القضيه وايضا على اقوال لاعبي نادي الزمالك وكابتن عبد الواحد السيد. على طبعا النهارده كان هذه المحاكمه كانت عبر الزوم وكان حضور حضر فيها طبعا اللاعبين وايضا كابتن عبد الواحد السيد. محمد يمكن خلاص الاجواء الاخيره، ويمكن النهارده في بدات جماهير كره القدم المصريه متواجده هنا في ابو ظبي بالاستعداد للمباراه الختاميه والتحضيرات لهذه المباراه. طبعا يمكن بعد دقائق قليله سينطلق المؤتمر الصحفي سيعبر طبعا كل مدير فني أو الإجابة على السادة الصحفيين المتواجدين داخل هذه القاعة. زميل عزيز محمد طارق قضا، أنا الآن أعود لك هو الاستوديو التحليلي، تفضل.